نظام قابليتهم للطرق والمناغصه تكون بين شعراء كده. In all processing of magnesium, small particles of the metal such as small metal cutting shifts oxides rapidly. طبعا واحدة من هذا يشتعل قابل ايش؟ يشتعل واحدة من المشاكل حقه. فيقول لك لما تكون تشغيله فتطلع لك شوية ريش صغيرة جدا. هذا قابلة يتفاعل بسرعة وكان ما سبيك توفيت فاير هازارد. الان كمهندس معناته لما يدي لك واحد قطعه من هذا المغنيسيوم واحد يكون حذر نشوف انه يسكر وبنفس الوقت يشتغل. طيب بروبرتيز اند ديزاينيشن زي ما قلنا كثير من الوقت از ا بيور ميتال مغنيسيوم از ريلاتيفلي سوفت اند لاكس سفيشنت سترين فور موست انجينيرنج ابلكيشنز. It can be alloyed and heat treated to achieve strength comparable to aluminum. طبعا نقول سنك منخفض جدا لما يكون في المعدن، لكن تقول لك ممكن استخداماته في الالويس علشان يفرق. It is strength to weight ratio كيف بتكون؟ عالية لأنه الكثافة حقه منخفضة. This advantage in aircraft and missile components. هنا الكود حقه كبير بنزولهم. الدلفين الأرقام وبعد الدلفين الأرقام وهذه كومبوزيشنز حقهم انواع طبعا العلم ومعاهم معاهد على الرسول علشان يشتغلوا فيه. فتشوف النساء في البرنامج الخضراء غير من يوم كان يطلعوا كيف 99 اعتقد ان هذا الشيء غلط شوي. شو معقول يعني هذا غضوء لما يوم صادي ها؟ هذا الحق على لما يوم اوكي اوكي تم يعني كان احنا اخطانا بنقله صح؟ كومبوزيشن اند ماشي لا لا تمر ها هذا هو ها؟ سيلكتد الومنيوم الايت تمبر مالك من التمبر بس هذا كله بدون حق الالومنيوم بس انا لما عديته كان المفروض نعمله قبل بس اللي فقدنا شوف 99 الومنيوم ما ينفعش كوبر انترنت كوبر معناته كوبر اند ديز ادرس كوبر طبعا وان اوف ذا اولدست ميتالز ناو طبعا الكوبر مهم جدا وخصائصه عاليه جدا وقابليه للطرق عاليه بيسك داتا اند ذا ايليمنتس طبعا هنا الان بنبدا ندخل بمعادن السبيسيفيك جرافيتي حقها عاليه 8.96 يعني اكبر من ايش؟ اكبر من الحديد والستيل والستركشر حقها اف سي سي ودرجه الميلتنج 1083 والالاستيك موديليس نوعا ما وانتد تقريبا نص حقل ايش؟ حقل ستيل. سيفرال اكزامبل هذا نوع حقام المواد الخام تن برونز زنك براس قد يكون موجود في الطبيعه يعني الله يمكن اذا خلطنا الكوبر مع التن يطلع لنا برونز سمعنا بحاجه البرونز وكذا واذا خلطناه مع الزنك بنسبه زنك 35% و 65% يطلع لنا براس امس كنا قلنا لكم استخدمنا مصطلح غلط البراس اللي كوفر معناه كده معكم مع مزيج. مع الزيت كده ويمكن يستخدم مع الالمنيوم والسيليكون والنيكل والغير تايبيكال ابلكيشن اللي بالريليوم طبعا هذه البريليوم واحده من اهم هذه تمام البريليوم مع الكوبر يطلع لك افضل انواع السبرينجات وضد الماجد اما طبعا تكون ابحاث تمت عليه لما وصلوا للنتيجه يعني هم بقدر ربع 20 معدن لما وصلوا لنا هذا احسن. ويستخدموا في كثير من الحاجات طبعا السميه حقه عاليه شويه. ما يستخدمش مثلا الفضه لانه صم عالي بعض الاحيان يعملوا كوتنج للادوات الطباخه في بوع عشان يقتل البكتيريا. بعض الادوات الطاهي يتم طلاءها خاصة الناس اللي يشتروا الحاجات الغالية يتم طلاءها بالسلفر لأنه أكبر المواد. السمية بسبب الأكسدة. ها؟ بسبب الكوبر اللي تدي السمية لما تأكسد الكوبر. أيوه. السمية تأتي من هنا. لا. حتى ما درسنا انه البيور كوبان هو طبعا في معاك السيور البيور وفي معاك في معاك اثنين فيزز للاكسديشن سي يو او سي يو 2 او طبعا سي يو 2 او الاكسده حقه منخفضه يعني ذرتين كربون مع ذرتين كوبر مع ذره اكسجين بينما السي او تقريبا واحد بواحد تمام السي او في دراسه طلعوا انه سام جدا
السي تو او اقل شويه. انا معي الحرف اشتغلت بالسي تو او مش تقريبا هذا الحرف. طبعا لانه ما تقدرش النانو ما تقدرش تحضر سي صافي تمام، لانه تكسر معظم المعادن تكسر حتى السيلفر لما تكون بالنانو، لانه يبقى السيرفس اريا حقه السطح عالي. يعني لما يكون معك حاجه البارتيكل كبيره تقسمه 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 في مقلب السيرفس اريا حقه عالي جدا. طيب بير كوبر هاز ديستنكتيف ريديش بين كلر. ريديش يعني ايش؟ محمر بنك يعني اللي هو كورتي كورتي. It's most distinguishing engineering properties its low electrical resistivity. يعني اهم خاصيه في بورنو ايش؟ اللي هو الريزستريكال كوندكتيفيتي بمعنى الاخر. One of the lowest of all elements. او يقدروا يقولوا انه تقريبا انه نمبر 3 بعد بعد السيلفر والذهب، او ربما انه اكبر من الذهب. بس it is cost than copper. ايوه طبعا استخدامه كثيرا في الاسلاك لانه الكوست اقل شويه. Commercially, pure copper is widely used as an electrical conductor. تمام. Cu is also an excellent thermal conductor. عالي. أصلا خصائص متقاربة علشان تنقل الحرارة وتنقل. Copper is one of the noble metals. معناته يا مهندس يوسف. Noble metals. ها؟ Gold and silver are also noble metals. So it is corrosion resistant. هذا نوع النوبل ميدال أكبر شيء من هذا كورريشن ريسيستنس. يعني الذهب تضرب قنبه بالأرض 100 سنة 200 سنة تجيها له مقاومة لإيش؟ الكورريشن الكورريشن ما تكسرش. All of these properties combine to make copper one of the most important metals. أنا هنا شوف استخدامه. One of the downsides واحدة من المشاكل حقه اللي هي المنخفضة. The strength and hardness of the copper are relatively low. ولذلك عملوا عملية اللوينج علشان ايش؟ يبقى الاستوري. لذلك لما قالوا انه للزنك استخر يستخدمونه في هذا حق البوردتس الرصاص والغلافات وكذا. لما تريد تحمل درجة حرارة تكون قوية. Especially when weight is taken into account. طبعا لانه ثقيل. فلما تستخدمه انت والسترينج حقه منخفض والوزن حقه مرتفع فمعناه طبيعي هكذا. يعني ما يستخدمش في هذه الحالة. To improve strength, copper is frequently alloyed. يعني لأنه برونز زي ما قلنا البرونز اللي هو مع ايش؟ كوبر. لا كوبر مع ايش؟ مع التن. تمام. بس التن نسبة قليلة جدا 10%. Still widely used today despite its ancient uncertainty. Ancient يعني ايش؟ ancient يعني قديم لما يكون حاجة قديمة من القدماء من القرون القديمة. يقول لك رغم ان البرونز هذا يستخدم من زمان لكن ايضا لا زال واحده من السبائك المهمه. Additionally, برونز alloys have been developed based on other elements than tin. يعني قد ممكن نكون كوبر مع حاجه ثانيه غير كده. This includes قد يكون المنيوم برونز and silicon برونز. هذا يسمى كوبر برونز. Brass is another family copper alloy. Brass is the same. Composed of copper and zinc, typically around 65 copper and 35 zinc. زي ما قلنا هذا FCC وهذا HCB. وبالتالي يحدث partial distillations. The highest strength alloy of copper is beryllium copper. اللي هو علشان نرفع strength حقه عالي جدا يضيفوا له المعدن اللي هو اسمه beryllium. كوبر بالنسبة كم؟ 2% قليل جدا. هذا علشان نرفع strength. ولذلك يستخدمونه في ايش؟ اول سبرينجز. هو ممكن نعمل نوع من انواع الستيل لكن هذا افضل. لذلك نعمل تجربه هنا برضه. It can be heat treated to tensile strength of. يعني ممكن نعمل معالجات حراريه علشان نرفع حقه التنشيل سترينث الى 1035. يعني عالي جدا طبعا. وهذه احد الخصائص المهمه. لكن النحاس لما يكون بيور الاستنتاج حقه من رقم خمسة. هذا طبعا بعض الاشغال. شوف طبعا مثلا هنا هو من حق الشغل بعض. هذه انواع من البارتكلز حقهم. وطبعا انا لان البارتكلز كبيره وكذا ما ينفعش معاهم التن. ولذلك هذا يسمى لنا الاسكان الالكترون مايكروسكوب الصور حقه. فهنا مثلا 100 نانو 100 نانو 100 نانو. فتقريبا البارتكل الواحده تقريبا
عن كيف تتحكم تطلع عميرة على شكل كيوبس ولا على شكل دوائر ولا على شكل مثلثات، يعني مع ضغط غير ظروف التفاعل الطبيعي. شوف كيف مثلا السمية حقوق كيف يقتل البكتيريا، تمام؟ طبعا هذا الأسود اللي بوسطه البكتيريا، اوكي؟ ويعني يعملوا عملية زراعة البكتيريا بالمعنى، يعني يستخدموا انهم صحوا البيولوجي، تمام؟ فإذا ضفت له شوية قطرات من النحاس شوف كيف ما يطلعش يموتين، اوكي؟ معناته النحاس تخلطه وتركه كثير وتعمل منه شوية قطرات كده تمسحن وزرع كم من هذا ما يطلعش، فهذا معناته يثبت لك انه النحاس ايش؟ ساعد يسمونه انتي بكتيريا، مضاد لنمو البكتيريا. طبعا مضاد لنمو البكتيريا معناته مهم، معناته لو انا اشتي استخدم ادوات ولا اي حاجه اصنعها انا واعمل لها كوتين بواحده من المواد هذه اللي يقتلها البكتيريا. طبعا في حاله ما تستعمل الستيل يطلع لك زي كذا ينمي فوق الصغار في حاله الحديد. لكن هنا طبعا هذا من هذا حقه من خلطه شويه واحده لو احنا قلنا هو الاحمر احمر بردي هذا طبعا من اقدس يو 2 او حبينا شويه اكسده طبعا لانه بنانا طبعا مثل هذا تقدر تحضر منه هذا النوع الصغير طبعا يعني ربما يكون واحد او اثنين جرام ما يزيدش. هذا ممكن تعمل على تدرسه 20 شخصيه ممكن تعمل له ابلكيشن ممكن تنشر تنتين ثلاثه بحرف من واحده اذا واحد مفكر صح كتطبيقات يعني تحضر زي كذا يكفي في علم النانو زي هذا طبعا الاكسارتي حقه نحن نجلس نشرح كذا معناته خلص معناته بناء على هذا اكيد لك 100% من المنتج حقك نفسه في كل تحضير معناته البيكات متطابقه معناته انه كل هذه الانواع من المحضرات معناته تطلع لك مثلا نفس التركيب البلوري حق نفس الماده وهذا خط من البحث الدكتوراه مباشره يجي في الاكسارتي بيعطينا في سي 2 او ريبير دي زنك طبعا شوف هنا ايش مكتوب توني عسل الهني طبعا هو احنا نحتاج عامل مختزل تمام شفتوا انا دراسات انه الجلوكوز واحده من اكبر المواد الطبيعيه اللي هي عاملات مختزل وطبعا تعتبر ماده نظيفه يعني ما فيهاش مواد سامه ولا تطلع لك اي حاجه تمام بس ابحاث مليان منشوره على اساس انه ايش؟ جلوكوز على اساس جلوكوز انا قلت خلاص انت تجي تقرا على المهنيش المركبات حقوقها 75% جلوكوز حاضر نشرتوا اثنين ابحاث في هذا الموضوع الموضوع هو بس كيف تجي لك فكره عامه اشتغل فيه اشتغل فيه وطبعا انت ما قلت لي اذا نشرتهم حتى باي بحث حتى امباكت فاكتور يعني وسط خلاص ما حدش يقدر يقول لكم اي حاجه بالنسبه لك شكله بعثه مش نقيه ها؟ شكله بعثه مش نقيه كيف عرفت عليه؟ يعني قرات ها؟ ايش يعني؟ كل عسل النقي تقريبا نسبة البكتيريا قريبة يعني مش ما لهاش دخل البكتيريا، هذا بكتيريا احنا عملناه للنحاس بعد ما احنا استخدمنا لانه النحاس الطبيعي يوجد على شكل كلو يعني املاح كيف تفصل الاملاح هذا وكيف تخلي البارتيكلز حقك ينزل بحيث يكون بالنانا فانت تعمل عوامل مختزلة هذا الهني هو عامل مختزل بس علشان نحضر منه النحاس نحضر منه كذا طبعا اكثر شيء يشتغل مع النوبل سنتكس لما تجي للمواد المغناطيسيه ما يشتغلش معاه خالص كوبالت ونيكل وكذا لكن ممكن حد يشتغل في هذا الجانب طبعا يعني من عام تقريبا 2002 الى الان الاف الابحاث نشرت بحيث انهم يستخدموا مواد بيولوجيه او مواد طبيعيه يستخدمون في هذا الجانب يعني ابحاث بالالاف تنشر يعني تحصل واحد يجي يشرح لك نوع من انواع الشجر وهو ببن ما وخرج منه المحلول واستخدمه وتنفع يطلع لك فيرتيكال ممكن السودر سنه في اكثر من خاصيه واشتغلوا زي في شغل طيب ننتقل الى النيكلز النيكل قلنا ماده مغناطيسيه نيكل is similar to iron in many aspects it is magnetic and its modulus of elasticity is virtually the same of that of iron and steel كم هو؟ 209 نفس حق الستيل صح؟ ايوه والتركيب البلوري سي سي بينما الايرون كم هو ايش هو؟ بي سي سي بي سي سي السبيسيفيك جرافيتي 8.9 زائد 1 هذا كثير هذا 7.7 او 7.8
تمام مرة تومي هنا فرع 28 ودرجة الانسحاب أقل قريب من الحديد فخصائصه قريب من الحديد. ما هي كالي سماتش مور كروشن ريزيستنس حتى لما يضيف لنا إضافة الستيل علشان يقاوم الكروشن أو بعض الأحيان يعملوا النوع عملية على السطح علشان يقاوم النسبة كبيرة. The height temperature properties of it is alloys are generally superior. height temperature معناته خصائص حقتكم قوية جدا لما تكون تستخدمها في 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 ظروف درجة حرارة عالية. شي تصنع غلاية وروح شوف الغلاية مثلا غلاية محطات توليد الكهرباء يعمل له عمر الافتراضي 5 سنين لو بدي تبدله لأنك أنت تشتغل في ظروف مش طبيعي ما مش طبيعي درجة حرارة 900 درجة حرارة 800 وضروري تقيس تشتغل الكهرباء 24 ساعة ما فيش حاجة تبرد ولا تطول. فالمعدن اللي بتشغله على درجة حرارة 100 والعدروم تمبرتشر بيشتغل أكثر من الوقت عند لما تكون بيشتغل في هذه الظروف. تاني عمر افتراضي حقه وتظهر لك إجهادات جديدة اللي زي ما الكريب وكذا. الكريب معناته ستريسيس أندر هاي تمبرتشرز ولذلك صنع من سبائك بين احنا ايش؟ النيكل. النيكل يعني واحدة من الخصائص الهامة حقه اللي هو ايش؟ يشتغل في ظروف هاي تمبرتشر أو يخلي السرير حقه قوي. Because of its corrosion resistance carry it is widely used as an alloy element in steel. احنا نتكلم عن حالة الستيل انه مستخدم كثير. Such as stainless steel and is a plating metal on other metals such as plain carbon steel. يعني استخدم بالنسبة بسيطة. اللوين زي ما قلنا هنا ستينينج ستيل بليتينج ميتال فور ستيل ابلكيشن ريكواير هاي تمبريتشر اند كروشن ريسيستنس. منين بتحتاج هذا الفلتر الخصائص تحتاج الان ضروري نستخدم النيكل او اي سبيكه بين النيكل. اللويز اوف نيكل ار كوميرشالي امبورتانت ان ذير اون رايت اند ار نوتد فور كروشن ريسيستنس اند هاي تمبريتشر ريكواير. خلص ما عندي شيء زياده على كده. هذا طبعا بعض الاشخاص هنا بدا شوي بوريكم على ويجب يعني كده بسرعة عشان تستسليت. طبعا هذا نوع من انواع البرافين. واحدة من استخدامات النانو ميتال سابناها انك تحضرهم كذا وبعدين يدخلوا بينها الكربون فيطلع هذا نوع من عملية تحضير البرافين باستخدام نظام هندسان البارتكس. تمام يعني يمرر لك دخان حق اي مادة كربونية داخل ظروف درجة حرارة عالية 900000 يسمونه كيميكال فيبر ديوزيشنز. بس علشان تعمل نور من هذا ولا كربون نانو تيوبس ولا كذا هذا اللي انا الان اغلى مواد هذا على الاطلاق واقوى مواد على الاطلاق هذا ما زال في طور البحث. الجرافين والكربون نانو تيوبس والكربون نانو فيبرز هذا يعني الان لو اي واحد معه بحث من هذا ينتشر بسرعه يعني واحدة من الادفانس. هذا الجرافين لما تكون خصائصها عاليه طبعا السطح حقه فعال جدا والمساحه السطحيه حقه زي ما تكلمتوا في اول محاضره انه تصل الى 3000 متر مربع للجرام. المساحه السطحيه حقه لانه عباره عن شرائح 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 فلما تيجي تحسب المساحه اللي فوق والمساحه اللي تحت والثانيه نفس الكلام تطلع المساحه السطحيه حقه كبير جدا. يعني لو معك 3 جرام يطلع المساحه حقه السطحيه كمساحه ملعب كره القدم. تمام طريقة تحضيرها يعني كنا نحضرها طبعا هذا بيور نيكل وهذا شوف هنا هذا طبعا هذا تقدر تستنتج من النيكل كله وهذا الجرافين كله يبقى طبعا اللي هم زائد بعد تاخذ احوال جرافين هذا من الالكترون ديفراكشن من التيب وهنا نص يطلع له النيكل والنيكل والسايد من تلير جرافين. طبعا عملية معقدة هذا وحتى انا ما اشتغلته عشان اشتغل عندي بعد للامانة بس علشان تنشرها كبعض ضروري هذا اذا من بعد قد نشرته. هذا نوع من الميكل معناته نعمل لنا عمليه تحضير هنا طبعا غيرنا السولفنت لما عملنا التفاعل وهنا عملنا ووتر وهنا عملنا ايثانول وهنا عملنا جرين جليك يطلع لك بارتكلز نوع مختلفه. يعني لما دخلنا في البدايه الدكتوره كانوا يقولوا لنا تحضر لنا موضوع يعني ما بيجي صح بس مش صحيح. في بعض المعادن ممكن تحضرها في البيت البيت يعني بالمطبخ فقط يسرعوا شيء ما فيش معك قارورة وتحط حضار الموضوع مش معقد للدرجة دي بس هم مش الفكرة هاي شو كيف يستخدمون كتلاست واحدة من هذا ايش هو طلع هذا واحدة من العقب يعني عقان هذا عشان يحضروا من هنا الكربون نانو فيبرز وهم روبس. شوف طبعا هذه الحين شوف هذه تقريبا ان انا يكلا وايرون
هذا كتب استاريخ طن برتيكال فنيكل تمام.